طيب يعني اللقطه دي لقطه مهمه جدا، وانا عايز احيي فيها في الحقيقه زملائنا اللي هناك موجودين في اسكندريه واللي عرفوا ان هم ياخدوها لعم حارس محمد سيد غريب. عارفين انتوا نشيد الاهلي يقول لك من جدودك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، فهو ده يعني صوره بتعكس النشيد ده. واحد من الناس اللي جمهور الاهلي بيقدرهم جدا اللي هو عم حارس، اللي على مدار سنوات كتير جدا ليه تاريخ داخل النادي الاهلي وبطولات كتير جدا فاز بيها مع النادي الاهلي، بيحاول ينقل الثقافه للاعب شاب هو اكيد متربي في الاهلي اللي هو احمد سيد غريب، ولاعب واعد جدا وبيشاور له على اللوجو بتاع الاهلي بيقول له الاهلي دايما رقم واحد. فدي حاجه مهمه جدا. ولو تفتكروا برضو عم حارس دايما ليه مقوله بيقولها كده، الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه يعني، فالاهلي اكيد ليه 1000 قومه باذن الله يعني. او الاهلي ما وقعش، الاهلي بيمر بكبوه بسيطه جدا او دروب يعني، واكيد هيرجع افضل من الاول. فبحيي زملائي